السلام عليكم الشباب، اول حاجه عيد مبارك سعيد، ادخل عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. غنكملوا لا بارتي ديالنا ديال الالكترومغنيتيزم دون لا ماتيير. كنا وقفنا اخر مره في هاد لا بارتي هذا في الطابلو اللي جمعنا بين الكتروستاتيك والالكترومغنيتيك في لو فيد، اهم العلاقات اللي كان خصنا في الستاتيك واهم العلاقات اللي خلصنا في المغنيتيك. دابا خصنا نوليو نديرو واحد الميلونج ديال هاد لوغلاسيون، نجمعو بيناتهم اللي كيتسموا لي زيكواسيون دو ماكسويل. اول حاجه غنديرو غادي نخدمو على الالكترومغنيتيزم دون لي ميليا، ولكن قبل ما نمشيو لي ميليا خصنا نشوفو بعدا لي زيكواسيون دو ماكسويل، حيت في الالكترومغنيتيزم دون لي ميليا راه كيخدم غير لي زيكواسيون دو ماكسويل ولكن في لي ميليا. ولكن دابا هنا خصنا اول حاجه نعرفو شنو هما لي زيكواسيون ماكسويل في لو فيد، كيفاش غيولي الشونجمون ولا غنبدلو ليهم الوسط، ما يبقاش لو فيد يولي سوا ميليو ايمون سوا ميليو بولاريزي. ما حنا نشوفو داكشي من بعد. في الالكترومغنيتيزم في لو فيد كان عندنا لي زيكواسيون، لي اهم لي زيكواسيون اللي كيحددوا لينا الالكترومغنيتيزم هما خمسه لي زيكواسيون، اربعه منهم ديال ماكسويل وواحده ديال لورنتس. المهم هاد الفورس دو لورنتس مهمه تنلخاو ندوي لكم عليها. لي زيكواسيون دو ماكسويل هما اربعه، الاولى كان ديمونطري عليها من ليكواسيون دو غوس من تيوريم دو غوس، والثانيه من تيوريم ديال لو فلو، يعني لو فلو داك لو شون كريا اون سيرفاس فيرمي ولا ايديال لا ديفيرجونس ديال زيرو. حنا نشوفو الديمونستراسيون ديال هادو دابا، وهادي من ليكواسيون دو فاراداي، يعني او لا فورس الكتروموتريس كتساوي ناقص دي دو في سور دي دو تي، تي ديال الفلو على دي دو تي. واخر ايكواسيون عند ماكسويل هي ليكواسيون دو امبير، روتاسيون دو بي كتساوي ميزور جي في ميزور ابسيلون دي دو او سور دي دو تي. هاد لو تيرم نعرفو شنو هو، ليكواسيون دو امبير اللي هي لا سيركيلاسيون ديال لو شون بي مضروبه في الدي ال كتساوي مي زيرو اي، ولقينا هاد ليكواسيون حنا نعرفوها. واخر غولاسيون هي لا فورس دو لونس اللي دوينا عليها في الفيديو السابق، حتى هي مهمه. المهم هاد خمسه لي زيكواسيون هما اللي نخدمو بهم في المانيتيزم دون لي ميليا. دابا غنمشيو نشوفو الكونتوني ديال لي زيكواسيون دو ماكسويل، منين جاو هاد لي زيكواسيون واش كيعني بهم، علاش غنخدمو بهم. هاد ليكواسيون ديال ديفيرجونس دو او كتساوي رون سور ابسيلون زيرو اللي هي البروميير ايكواسيون دو ماكسويل، جابها سي ماكسويل من تيوريم دو غوس. كتعد تيوريم دو غوس كتقول او دي دو اس مضربه تتساوي لا شارج، مجموع ديال لا شارج هنا راه مجموع، على ابسيلون زيرو. لا شارج شنو هي؟ كنا قلنا هي رو في دي دو في ولا دي دو طو. وهنا عند لابليكو تيوريم ديال ديفيرجونس غتولي عندنا ديفيرجونس دو او في دي دو في، غنحيدو دي دو في مع دي دو في تبقى لنا ديفيرجونس دو او تتساوي رو سيغ ابسيلون زيرو اللي هي هادي. بالنسبة للتيوريم ليكواسيون التانية ديفيرجونس دو بي تساوي زيرو، كنا قلنا ان لي لين دو شون بي كري ان سيرفاس فيرمي اللي كيف شفنا في الفيديو الاول اللي كان برهن عليها فاراداي، ولكن فاراداي ما قدرش يتوصل لهاد العلاقه هادي، توصلها ماكسويل بالماط. اذا اش كتعني لي لين دو شون كري ان سيرفاس فيرمي؟ يعني لا سيركيلاسيون ديال بي فواحد لا سيرفاس كتساوي زيرو. الى ابليكينا تيوريم دو ديفيرجونس هنا غتولي عندنا ديفيرجونس، وهنا تولي دي في وغتحيد دي في، غتبقى لينا غير ديفيرونس دو بي تساوي زيرو. هادو دي زيكواسيون هادو اللي شرحت هنايا، وهادي هادو راه شفتوهم في الاس 3 وعاودتهم. دابا حنا كندورو على مرابي باش نشوفو الشونجمون شنو غيوقع عليهم في هاد العام هذا. ليكواسيون ديال امبير، ليكواسيون ديال امبير ماكسويل امبير، عندنا الغوطاسيون دو بي كتساوي زيرو جي بلس هاد لو تيرم ديال الديبلاسمون. منين جابها سي ماكسويل؟ جابها من هاد العلاقة هادي اللي كنا برهنا عليها ديال لو شون الكتروموتور، يعني بي الشون مانيتيك في لا سيركيلاسيون ديالو في دي ال كيساوي واحد مي زيرو اي، زائد هاد لو تيرم ديال الديبلاسمون اللي كنا برهنا عليه في اس 3. هذا راه كاين ديمونستراسيون ديال ساهل من قريتو في اس 3. وهاد اي هو جي في دي دو اس، الى عوضتي هنا بجي في دي دو اس وهنا عندنا ديجا دي اس. هنا الا بغينا لا سيرفاس دي اس غنديرو روتاسيونال، روتاسيونال ديال بي تولي هنا دي اس، ونختزلو هنا بالدي اس هنا بالدي اس هنا بالدي اس، هنا تبقى لنا مي زيرو جي، وهنا يبقى لنا هاد لو تيرم هذا. بعدين راح تحصلنا لهاد ليكواسيون. اخر ايكواسيون هي ايكواسيون ديال ماكسويل فاراداي، هي هادي. منين جابها السي ماكسويل؟ من لو تيرم ديال لا فورس الكونتريس او صغيره كتساوي ناقص او في دي ال تساوي ناقص دي دو في سور دي دو تي. هاد او في دي ال الا درنا هنايا الغوطاسيونال غتولي هنا دي اس، غوطاسيون دو او تساوي دي اس، والدي في هو بي في دي اس. الى حيدنا الدي اس من الدي اس غتبقى لنا غوطاسيون دو او تساوي مون دي دو بي تساوي دي دو تي. ساهلين هاد لي زيكواسيون هادو، مافيهم حتى شي مشكل. دابا هنا يكون عندنا واحد الكونسيكونس ديال لي زيكواسيون دو ماكسويل، يعني نعطيك ملخص ديال هاد لابارتي. نقدر نقول لك جبد لي ليكواسيون ديال لا شارج
اللي كتفيريفي لا شارج من الانطلاقه من ليزيكواسيون دو ماكسويل، ماشي كيف درنا في الفيديو الاول برهنا عليها بلي كورون، يعني من ليزيكواسيون دو ماكسويل كيفاش غنطلقوا منها. هنا هاد ليكواسيون هادي كاش كتبغي تقول لك، كتبغي تقول لك باش يكون عندك واحد لو شون، هاد الهضره كامل هنا باش يكون عندك واحد لو شون بي ضروري خاصها تكون واحد دونسيتي دو كورون ولا لو كورون يا اما الجولائي، وباش يكون عندنا واحد لو شون او ضروري خاصها تكون عندنا واحد لا شارج، وهاديك لا شارج هاد لا شارج اللي كتكري لنا الشو الا ولات اون موفمون اذا راه هي لو كورون، اذا عندنا لو شون بي. المهم هاد ليكواسيون دي مونطرينا عليها باش نشوفو كيفاش غنجبدو ليكواسيون ديال ديال لا شارج. تحت في كيسيون دو كور بزاف تيقول لك رابلي لي زيكواسيون دو ماكسويل دون لي فيد، وتيقول لك ابخي لي زيكواسيون دو ماكسويل فيريفي ليكواسيون دو لا شارج. روتاسيون دو بي كتساوي مي زيرو جي بلس مي زيرو ايبسيلون زيرو دي دو او سير دي دو تي. الا دخلنا هنا الديفيرجونس ندخلو هنا الديفيرجونس ندخلو هنا الديفيرجونس، هاد لو تيرم كامل ندخلو هنا الديفيرجونس. ديفيرجونس ديال واحد لو تيرم في روتاسيونال كيكون ديما زيرو، عقلو لها هادي في الماط، ديفيرجونس ديال روتاسيونال ديال شي كيما كانت هاد الفيكتور تساوي زيرو. اذا تعنينا هاد لو تيرم بقات لينا ديفيرجونس دو جي، هاد ديفيرجونس اللي غنديرو هنا غندخلو هنا ديفيرجونس دو او شناهي هي رو سيغ ايبسيلون زيرو، ليكواسيون الاولى ديال ماكسويل. غاتينا واحد ايبسيلون زيرو واحد ايبسيلون زيرو غنختازلو هاد مي زيرو وهاد مي زيرو مع هادي، اذا تبقى لنا ديفيرجونس دو جي زائد دي ديال رو سيغ دي دو تي، وهادي هي ليكواسيون دو ماكسويل. انا مدرتش بزاف ديال لي ديتاي باش نربح الوقت ونربح حتى ليسباس، نتوما هاد لي شرحت لكم الهضره حاولوا ديروا ورقه وتفهموا مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه شي ايطاب يكتبها في كومونتير في الفيديو الجاي نعاودها لكم ان شاء الله. في الاخر غنوصلوا لهاد ليكواسيون، هادي هي ليكواسيون دو لا شارج. دابا واحد لوند مانيتيك، لوند الكترومانيتيك، بالنسبه للبارتي ديال لي زوند، لي زوند مونوكروماتيك، لي زوند الكترومانيتيك، لي زوند لينيير اوموجين ايزوتروب، هادو غنديرو في الفيديو الثالث ان شاء الله اللي غيجي، يعني مستقل على هاد الفيديوهات، يعني خصنا تفهمو مزيان عاد نمشيو ليزيكواسيون ونمشيو ليزيكواسيون ديال لي زوند. المهم هاد ليكواسيون مهمة بزاف، هادي اللي كتسمى ايكواسيون فاراداي ماكسويل فاراداي، وهي اهم علاقة من دوك ربعة ليزيكواسيون. اش كتعني لنا؟ كتعني لنا ان الا كان واحد لو شون او مكري وكانت واحد لاشار كديبلاصا، راه اوتوماتيكمون كاين واحد لو شون مانيتيك كيتفاريا بالنسبة للزمان، و الا كان بي كيتفاريا بالنسبة للزمان راه حتى او كيتفاريا بالزمان، و حتى الدونسيتي ديال بي اللي هي لو كورون جي تاهي كتفاريا بالزمان. هادي هي الخلاصة ديال هاد المقولة هادي، وأن باش يكون عندنا واحد لو شون أو ضروري واحد لاشارج، حيت لاشارج هي كتكري لنا لو شون أو، وباش يكون عندنا واحد لو شون بي ضروري يكون واحد الكورون، وإلا كانت عندنا هاديك لاشارج ولو كورون راه كاينة علاقة كتجمع بين هاد أو و بي اللي هي غتعطينا لوند الموجة اللي غنشوفو في الفيديو الثالث إن شاء الله. بالنسبه لهاد لابارتي ديال الشرح اللي هنايا راه هو اللي شرحت هنايا، هنايا مكتوب مضبوط مزيان باش تفهموه. دابا غنمشيو للبروباغاسيون دوند، حيت حنا دابا مازال في لو فيد، غنمشيو للبروباغاسيون دوند نشوفو ليكواسيون ديال البروباغاسيون، المعادله ديال انتشار الموجه في الفراغ. اول حاجه كانت عندنا هاد المعادله هادي روتاسيون دو او تساوي مو دي دو بي سو دي تي، باش تلقى ليكواسيون دو بروباغاسيون كي فيريفي او غدخل هنا غوط وهنا غوط، روتاسيونال روتاسيونال دو او ناقص تي دو سيغ دو تي روتاسيونال دو بي. اذا غنوصلو لهاد العلاقة هادي، نساو هادي انا نوريك منين جات. روتاسيونال ديال روتاسيونال ديال واحد الفيكتور في الماط هي كراد ديال ديفيرجونس دو او ناقص لابلاسيان دو او، هاد ناقص كل هنا ناقص حتى هنا راه كاينه ناقص، غوط غوط ديال او هي كراد ديفيرجونس دو او ناقص لابلاسيان. كراد ديال ديفيرجونس دائما نول ديال واحد الفيكتور، كراد في الديفيرجونس نول، اذا تبقى لينا غوط غوط ديال او كتساوي موان لابلاسيان دو او. بالنسبه لهاد لو تيرم هذا اذا دخلنا هنايا غوط غتبقى لينا هنا موان لابلاسيان دو او، هنا غندخلو غوط غتولي عندنا هي ديريفيسيون دو تي ديال غوط ديال بي، وحنا ديجا عندنا غوط ديال بي شنو هي مي زيرو جي بلوس مي زيرو ايبسيلون زيرو دي دو او سيغ دي دو تي. الى درنا هنا ديريفي بارابور لو طون، هنا ديريفي بارابور لو طون غيمشي لنا هاد لو تيرم جي زيرو غنعتبروه كونستون، غيبقى لنا هنا الديريفي الثاني، الديريفي الثاني اذا هي هادي روتاسيون ديال الديريفي ديال بي سو تي هي هاد العلاقه هادي، هاد ابسيلون زيرو مي زيرو هي ان سور سي كاري. اذا شنو غنلقاو؟ غنلقاو ان موان لابلاسيان هاد البلاصه هادي كتساوي موان ابسيلون زيرو مي زيرو دي ديال او كاري على دي تي او كاري. هاد ليكواسيون كتسمى انطلاقا جبدناها من جوج معادلات، المعادله ديال ماكسويل غوس
واللي اونفا كتسمى ايكواسيون دالامبير، واحد العالم اخر اللي هو اللي عطانا المعادله ديال الموجه. اذا هتولي عندنا بحال هكا دي او لابلاسيان ديال او هي موان ابس ابسيلون زيرو مي زيرو دي ديال او كاري سو دي، هادي هي ليكواسيون دو بروباغاسيون دون في لو فيد. في لو فيد ولا بغيتي تحيد هادي دير هي ان سور سي كاري، حيت مي زيرو ابسيلون زيرو في الفيديو اللي فات قلنا هي ان سور اس سي كاري. فوالا الا بغينا الحلول ديال هادي، حيت هادو فيكتور، فيكتور غيكون عندهم واحد لو سوليسيون غنديروها في الفيديو الجاي. نتخيلوا دابا كون ماشي نتخيلوا، نفترضوا ان هاد او غتكون على شكل سكالير بروباغاسيون دون سكالير، يعني ما كاينش لي فيكتور. هادي في الماط كنقراوها فواحد الموديل سميتو لاناليز كومبلكس، الا عندنا ديريفي باغ ليسباس، حيت لابلاسيان باغ ليسباس، وهادي باغ لو طون. هاد المعادلة هادي كنلقاوها بالديرم دو كوشي ولا بالسيل الفوري كتحل. المهم لا سوليسيون ديالها تيكون هو هذا في ديال زاد و تي، حيت كتفاريا بزاد و تي، هي واحد لا فونكسيون زاد موان واحد الكونستانت بليس واحد الفونكسيون اخرى ديال زاد بليس واحد الكونستانت في تي. هادي سي في تي و هادي سي في تي. الا بغينا نحلو هاد لا سوليسيون زيدون ديتايي كنديرو الشونجمون دو فاريابل. المهم هاد لا سوليسيون ديال هاد المعادلة وكيفاش كيتحل خصنا نديروها في شي تمرين باش تفهموه مزيان، حيت هكا كنعطيكم غير لي كور. شونجمون دو فاريابل في هي زاد في تي، غنديرو غنسميو واحد فونكسيون جديدة اللي هي او، و هاد الفونكسيون اللي سميتها في، معلن ان او هي هادي اللي داخل هنا و في هي اللي داخل هنا. المهم هادو غنديرو في التمرين وغتفهمو مزيان، غير عقلو هاد الحلول هادو. باش يكونوا هاد الحلول كاينين خص هاد ليكواسيون تفيريفي لينا هاد ليكواسيون ديريفي ديال هاد بسي او كاري دي دو او سور دو في تساوي زيرو. المهم على نزيد نضيف لكم واحد المعلومة، هاد ليكواسيون هادو هما اللي كنستعملهم اينشتاين باش لقى لا غولاتيفيتي جينيرال، النسبية العامة. استعمل هادو، استعمل لي ترانسفورماسيون دو لورانس باش يلقى النسبية العامة. ان شاء الله لا سال الوقت ودوزو الامتحانات نهضر لكم شوية على النسبية. هنا الوصف ديال هاديك لي سوليسيون اف، هاد لا فونكسيون اف correspond une onde qui se propage sans déformer vers le z de croissance. Et la fonction f, la solution f, qui est en charge de la direction z, ou g est l'axe de la décroissance de z. Moi, je vais vous dire que vous avez fait un peu de temps, 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 vous avez fait un peu de temps. غندخلو فواحد لابارتي سميتها المانيتيك وفيها لي مونطاسيون ولا بولاريزاسيون. اول حاجه نبداو بها هي لي مونطاسيون وابخي نديرو البولاريزاسيون ونفاريو دوك لي زيكواسيون دو ماكسويل. تيوريم ديال امبير اللي لقينا في الاس 3 هي هادي، روتاسيون دو بي كتساوي زيرو في جي. حيدنا داك لابارتي اللي فيها دي دو او سو ديال الديبلاسمون، نحيدوها غنديرو غير لي مونطاسيون. الا عندنا واحد لاماتيغ ايمونتي يعني لي مونطاسيون، هاديك جي ما كتبقاش هي جي، كتولي سميتها جي غيال بلس جي افي، مع العلم ان هاد جي افي هي روتاسيونيل دو ام. هاد ام هي المومون دي بولير، هاد ام هي دي دو ام صغيره على دي دو طو على واحد الفولي، راه المومون دي بولير ام صغيره ديجا درنا في الفيديو اللي فات. اذا جي ديال افي هي روتاسيون دو ام، اذا جي كتساوي جي غيال بلس جي افي. هاد جي افي نعوضها بروتاسيونيل دو ام، ونشرو هادي ونجيبو هادي هنايا ونعملو بغوط، غتولي هنايا روتاسيون ديال بي سور ابسيلون زيرو ناقص ام تساوي جي غيال، لان قسمونا الابسيلون مي زيرو هنا مي زيرو. هادي هاد اللي لداخل هنا كتسمى لي اكسيتاسيون مانيتيك، هي اش بي سور ام ابسيلون زيرو موان ام كتسمى لي اكسيتاسيون مانيتيك، هي اش. هادا لو شون مانيتيك، لو شون اندكسيون مانيتيك، وهذا ليكسيتاسيون مانيتيك، بجوجهم بحال في حال، غير على هذا تيكون فيه لي مونطاسيون بزاف. الا ما كانش الميليو ايمونتي كتكون اش كتساوي بي سور ابسيل ميزور. فوالا نكملوا. الا كان لما كان عندنا واحد الميليو عاوتاني ماشي ايمونتي غير عادي في لوفيد مثلا، كتكون روتاسيون دو اش كتساوي جي غيال، يعني هذا كيمشي كيولي زيرو. فهم هاد البارتي هادي لا فورم جينيرال، يعني الا بغينا ديمونطريو على هاد ليكواسيون هادي عامية غنجيبوها حتى هي من الشون ديال التيوريم ديال امبير. غنديرو اش في السيركيلاسيون ديالو، وهنا الا بغينا نمشيو لا سيرفاس نطلعو لا سيرفاس نديرو روتاسيونال، كتولي عندنا روتاسيونال ديال اش في دي اس، وعندنا جي غيال في دي اس، هادشي لنا دي اس مع دي اس تقالنا روتاسيونال كتساوي هادي ديمونستراسيون ديالها. الا ما قالك ما تجيبهاش ليا من ليكواسيون دو ماكسيموم، يعني الا قالك ما تجيبهاش ليا من هنايا، ما قالك يبغي ديمونطري ليا بلا ما تجيبها من هنا، عامية غتجيبها من التيوريم دو امبير. فوالا ديجا عندنا حنايا ان في الفراغ بي كتساوي روتاسيون دو ا، اللي شفنا
اللي شفنا في الفيديو اللي فات، وعندنا في ليكواسيون دو ماكسويل ديفيرجونس دو بي كتساوي زيرو. مزيان، دابا هاد بي هادي، هاد بي بي كتساوي، الا جبنا هاد ام هنا وضربنا فيها بإبسيلون زيرو، يعني بي غتساوي مي زيرو اش بلس مي زيرو ام. الا دخلنا ديفيرجونس هنا وديفيرجونس هنا وديفيرجونس هنا، بحال ضرب شي عدد نضربو في ديفيرجونس، ديفيرجونس زد بشحال كيساوي زيرو. اذا ديفيرجونس ديال اش زائد ديفيرجونس ديال ام تساوي زيرو، اذا ديفيرجونس اس كتخالف صفر لان زائد شحال تساوي زيرو. اذا ديفيرجونس ديال اش ليكسيتاسيون مانيتيك ماشي كتساوي زيرو، يعني ما كيكونش الفلو كونسيرفاتيف، يعني لي لين ديال الفلو ديال لو شون ني با فيرمي، ماشي بحال بي. ميليو مانيتيك لينيير هوموجين ايزوتروب، هادي غنعرفو شي واحد البارتي منها لا سيكسيبيليتي مانيتيك، عاد غنمشيو نهضروا على ليكواسيون دو بروباغاسيون في الفيديو الجاي عليها، حيت هاد مهم. هاد لينيير هوموجين ايزوتروب كل كلمة عندها معنى. المهم عندنا واحد الميليو فيه لي مون افيك لي فيكتور ايمونطاسيون ان بروبورسيونيل او لو شون مانيتيك، ديجا شرحنا هي هادي. لي فيكتور ايمونطاسيون ديفيني هي واحد لا سيكسيبيليتي لي سون ديمونسيون اش. ديجا عندنا حنا بي هي مي زيرو اش بلس مي زيرو ام، الى عوضنا هاد اش هادي، الى عوضنا هاد ام باكس في اش، الى عوضنا باكس اش، الى عوضنا عملنا في اش تبقى لنا مي زيرو عامل واحد بلس اكس ام اش، وهادي كاملة هاد مي زيرو ام بلس اكس ام هي مي. علاش؟ لان الميليو ماشي في لو فيد، لان كون كان عندنا لو فيد كانت هاد اكس ام تكون كتساوي زيرو، اللي كون عندنا لو فيد وغتولي ابس مي كتساوي زيرو. ولكن حتى عندنا لي مونطاسيون غتدخل لهاد لابارتي ديال لي مونطاسيون اللي سميتها لا سوكسيبيتي مانيتيك. داكو، هاد 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 مي عام ديال الميليو اللي في بروباجات هذيك الموجه ديك لوند. دابا هذا ديال داك الجسم اللي ديال داك الجسم اللي غدوز فيه ديك الموجه، ماشي الميليو كامل، الجسم كتساوي مي على مي زيرو اللي كتساوي ان بلس اكس ام. هذه علاقه، يعني ان مي كتساوي مي ار في مي زيرو، هذه كتكون خاصه ديال الميليو ديال الوسط اللي غيكون تما زائد لو فيد زائد شي حاجه. دون لو فيد كيف قلت لكم اكس ان كتساوي زيرو، يعني مي كتساوي مي زيرو، يعني بي كتساوي مي زيرو اش، هذا ديجا هضرنا عليه. دابا غنشوفوا لا ناتور ديال لي ميليو بسبب هاد اكس ام لي مونطاسيون، كيفاش غيكون لا ناتور ديال لي ميليو. الكلاسمون ديال لي ميليو مانيتيك تيكون الميليو بارا مانيتيك الا كانت هذيك اكس ام موجبه. موجبه شكون اللي كيكري لنا هذيك هذيك لي مونطاسيون؟ هو المومون دي بولير. هنا قال لك لو ماتيريو اي سوبوزي كونسيدر لاتوم في بزاف ديال لاتوم ايون شاكان ان مومون دي بولير مانيتيك. عندنا المومون دي بولير مانيتيك، ومومون دي بولار مانيتيك من جبناه اللي قلنا عنده علاقه مع لو شون، اذا سو لاكسيون دو لاجيتاسيون تيرميك. هذه واحد لابارتي كتدخل شويه في لي ماتيريو، ما كتخدمش بزاف هاد لاجيتاسيون تيرميك ديال هاد مومون دي بولار، ما كتدخلش بزاف في المانيتيك. المهم حنا غنمشيو باش نوصلوا لواحد العلاقه ديال البروباغاسيون اللي غنشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم اللي خصنا نعرفوا الكلاسمون ديال الميليو مانيتيك، انت ملي تكون كتكون كتكالكولي في الاسئله غيجي في اخر سؤال يقول لك كيلي ناتور ديال لي ميليو ايمونتي، خصك تكون عارف، خصك تقلب على اكس ام تشوف واش موجبه ولا سالبه ولا تساوي صفر. الا كانت موجبه راه غتكون ميليو بارامانيتيك، الا كانت سالبه راه ديامانيتيك، ولا كانت تساوي زيرو راه حنا في لو فيد، ما كاينش في واحد، راه ما كاينش في شي ميليو ايمونتي. المهم في هذا الفيديو هذا الشيء اللي كاين حتى الان، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. الفيديو الجاي تفرجوا في هذا ضروري، حيت الفيديو الجاي وما تنقصوا حتى شي ايطاب، فيديو جاي كامل بني على هاد العلاقات اللي عطيتكم دابا باش ندخلوا لي بروباغاسيون ولي غايونمون الكترومانيتيك. ملي كنهضروا على لي غايونمون الكترومانيتيك راه كنهضروا غير على لي فوتون، ونقدروا ندخلوا في واحد لابارتي ديال اينشتاين قليل الاساسيات اللي كيدخلوها ديال لي فوتون، حيت لي فوتون هو اللي اكتشفهم اينشتاين. ولكن حنا غنقدروا نهضروا عليها بصفه عامه باش نعطيكم معلومه كامله. وان شاء الله من بعد الفيديو الثالث غنديروا شي جوج تمارين فيهم الامتحانات ان شاء الله. وبالتوفيق، الله ينجحكم جميعا إن شاء الله.